السلام عليكم ورحمة الله. تلامذتي الأعزاء، مرحبا بكم في درس من دروس الدعم والتقوية لمادة التربية الإسلامية جميع الشعب مستوى الأولى بكالوريا. سوف نرى إن شاء الله عز وجل في إطار الاستعداد للامتحان الجهوي، كما مر معكم سابقا، دروس للدعم والتقوية في مكتسباتكم التي اكتسبتموها من سورة يوسف ووحدات المقرر. سوف نتمرن على منهجية التعامل مع نماذج الامتحانات الجهوية. لدينا ثلاث نماذج. النموذج الأول أكاديمية الرباط سلا القنيطرة، أكاديمية قل ميم واد نون، ثم أكاديمية داخل وادي الذهب. سطرنا لهذا جملة من الأهداف. هذه الأهداف هي أولا إنجاز امتحان جهوي، ثم نرمي من خلاله تثبيت المكتسبات وندعم من خلاله التعثرات، ثم نتدرب على منهجية الإنجاز. إذن أيها التلميذ، اقرأ وتأمل جيدا سياق الوضعية التقويمية الأولى ثم أنجز المهام المطلوبة منك. تقول الوضعية: من أجل ترسيخ القيم الأخلاقية في الفضاء المدرسي، نظم نادي القيم بثانويتك محاضرة تحت عنوان الابتعاد عن الله تعالى وأثره في تفشي الفواحش. دعا المحاضر الشباب إلى الاقتداء بمنهج يوسف عليه السلام في الاستعفاف، مستشهدا بقوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. كما أبرز دور الأسرة في التمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في تيسير الزواج وتنشئة الأبناء على محبة الله عز وجل والتقرب إليه بالطاعات في السر والعلن وتحصينهم من الوقوع في الفواحش، تدخل خالد قائلا: لا أظن أن الزواج هو الحل نظرا للوضعية الاقتصادية للشباب، لذلك لا ينبغي أن نضيق على حريتهم الجنسية. ردت عليه زينب قائلة: لقد كرم الله الإنسان بالعقل، ولذلك وجب عليه تقوية إيمانه بالغيب وتزكية نفسه والتحكم في غرائزه والالتزام بالصبر واليقين في الله تعالى. استفسرك زميلك مراد عن القضايا المثارة في هذا النشاط، فقررت الاستجابة له بإنجاز المهام الآتية. إذن المهمة الأولى المطلوبة منك أيها التلميذ هي: انتبه معي أيها التلميذ إلى السؤال جيدا. منهجيتنا في التعامل مع الأسئلة هي كالتالي: لاحظ دائما لديك كلمات في أول السؤال مكتوبة بلون مغاير وهو اللون الأحمر، وهي الموجودة لنا في السؤال، وهي صغ، بمعنى هذا هو المطلوب منك. إذن كل كلمة سوف تأتي في أي سؤال من الأسئلة بهذا اللون الأحمر فهي مؤشر على ما هو مطلوب منك. إذن صغ، أصغ ماذا؟ أصغ بأسلوبك الخاص المشكلة. إذن أنت مطالب بصياغة المشكلة. أي مشكلة؟ المشكلة التي تطرحها الوضعية. إذن نعود الآن إلى الوضعية. ماذا تقول الوضعية؟ لاحظ معي. إذن هذه الوضعية وردت فيها المشكلة، سوف نحاول أن نستخلصها. انتبه معي جيدا. لدينا الوضعية الاقتصادية للشباب التي ذكرها خالد. هذه الوضعية الاقتصادية للشباب التي ذكرها خالد تمثل في الوضعية لدينا الأسباب، أي أسباب وقوع الناس في الفاحشة. ثم لدينا مجموعة من القيم وهي التي ذكرها الأستاذ وذكرتها أيضا زينب. هذه القيم هي تمثل لنا جملة من القيم التي تعتبر طرقا للعلاج. إذن من خلال هذه المؤشرات يمكننا أن نستخلص فنقول الإشكال هو على سبيل المثال أو المشكلة لا فرق بينهما أسباب تفشي الفاحشة وطرق علاجها، أو يمكن أن نقول بصياغة أخرى إلى أي حد يمكن للقيم الأخلاقية أن تسهم في وقاية المجتمع من الفواحش. إذن بعد صياغتك للمشكلة ننتقل الآن إلى السؤال الموالي. السؤال الثاني ماذا يقول؟ يقول: قدم. إذن مطلوب منك أن تقوم بعملية التقديم. إذن تقدم ماذا؟ تقدم تعريفا. كيف هو هذا التعريف؟ تعريف اصطلاحي لأي شيء لمفهومين اثنين. ما هما هذان المفهومان؟ لدينا مفهوم الأول الزواج، ثم لدينا مفهوم الثاني وهو الفاحشة. إذن ما هو مفهوم الزواج؟ مفهوم الزواج كما رأيته هو ميثاق. إذن لاحظ معي كلمات مفاتيح ينبغي أن
تتذكرها جيدا في صياغتك لتعريف الزواج. إذن هو ميثاق وتراض وترابط. كيف هو هذا الميثاق؟ ميثاق شرعي، أي شرعه الله عز وجل، يكون بين طرفين متغيرين رجل وامرأة، يكون على سبيل الدوام، غايته هي العفاف والإحصان، ثم غاية أخرى هي إنشاء أسرة مستقرة. بعد تعريفك للزواج تنتقل إلى تقديم تعريف لمفهوم الفاحشة. إذن الفاحشة ما هي؟ هي كل ما عظم قبحه وتناهى قبحه من أي شيء من المعاصي. ما هي هذه المعاصي؟ المحرمة شرعاً، أي حرمها الله عز وجل، سواء كانت قولاً أو كانت فعلاً، سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة. ننتقل الآن إلى السؤال الموالي، السؤال الثالث. ماذا يقول؟ استناداً إلى الآية الكريمة الواردة في الوضعية، املأ الجدول. إذن ما هو المطلوب منك؟ مطلوب منك أولاً أن تملأ الجدول. ها هو ذا الجدول. من أين سوف تملأه؟ سوف تملأه انطلاقاً من آية، أي استناداً من آية. أين هي هذه الآية؟ آية وردت في الوضعية. إذن نعود إلى الوضعية لنرى هذه الآية. إذن ها هي الآية، هي قول الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، إلى آخر الآية. إذن هذه الآية من خلالها سوف نملأ الجدول. ماذا لدينا في الجدول؟ لدينا مقاطع من تلك الآية، قال معاذ الله، ثم لدينا مقطع ثاني: إنه ربي أحسن مثواي. إذن ما هي القيمة التي يمكنك أن تستخلصها من هذا المقطع الأول؟ نعم أحسنت. إذن القيمة هي قيمة العفة، لأن يوسف عليه السلام امتنع عن استجابة لغواية مرأة العزيز. ثم أيضا ممكن أن نستخلص منها على سبيل المثال أيضا خشية الله عز وجل، لأنه ما ترك الفاحشة إلا خشية من الله عز وجل. إذن السؤال الثاني هو: أين تبرز أهمية هذه العفة والخشية؟ إذن هنا سوف تقوم بإبراز أهميتها في هذه الخانة. سوف تقول على سبيل المثال: أنا خشية الله عز وجل هي الدافع على ترك الفواحش والابتعاد عنها، ولما كانت كذلك فإن لها دورا كبيرا في صلاح المجتمع ووقايته من الفواحش. ننتقل إلى المقطع الثاني. المقطع الثاني: ما هي القيم التي يمكن أن نستشفها منه؟ يمكن أن نقول على سبيل المثال: الوفاء، لأن يوسف عليه السلام لما رباه العزيز فإن قيمة الوفاء تكمن في امتناعه من إذاية أهله، فكان إنسانا وفيا. ثم أمانة، لأن الإنسان يوسف عليه السلام كان أمينا على عرض العزيز. أو أن نجمع بينهما فنقول: الوفاء بالأمانة. كيف يمكن أن نبين أهمية هذه القيم؟ يمكن نقول على سبيل المثال على أن حفظ الأمانة والوفاء بها من أهم الأخلاق التي تحفظ المجتمع، تحفظ له ماذا؟ تحفظ له أمنه واستقراره، وتساعده على انتشار الثقة والمحبة بين أفراده. وهذه المحبة التي وردت لديكم في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل. ننتقل الآن إلى السؤال الموالي. ماذا يقول؟ يقول: أتمم. إذن مطلوب منك ماذا؟ إتمام الآية الواردة في الوضعية أعلاه. إذن هذه الوضعية وردت فيها الآية التالية: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إذن تتمتها هي قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إذن بعد إتمامك للآية الكريمة ننتقل إلى السؤال الموالي، السؤال الخامس. ماذا يقول السؤال؟ من كمال عفة سيدنا يوسف عليه السلام أنه فضل السجن على الاستجابة لغواية النسوة له. إذن هذه وضعية، هذا موقف كان ليوسف عليه السلام مع النسوة. المطلوب منك الاستدلال، استدل. تستدل بماذا ومن ماذا؟ تستدل من صورة يوسف، بمعنى أنك محصور في صورة يوسف، وتستدل من خلالها بما يشهد، أي بالشاهد على هذا الموقف.
إذن يكون جوابك هو قول الله عز وجل: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن بعد استدلالك بالدليل الصحيح ننتقل الآن إلى السؤال الذي بعده، السؤال السادس. يقول السؤال: أبرز المحاضر دور الأسرة في تحصين الأبناء من الوقوع في الفواحش، أي في الوضعية. المحاضر أبرز دور الأسرة في تحصينها للأبناء من الوقوع في الفاحشة. ألف، إذن هذا السؤال السادس له شقان. الشق الأول ألف، يقول: أذكر سببين. إذن المطلوب منك أن تذكر ماذا؟ تذكر سببان من أسباب انتشار الفواحش. إذن أسباب انتشار الفواحش بطبيعة الحال أنت تعلم على أن من أسبابها عدم التربية الإيمانية والسلوكية. فإذا نظرنا إلى يوسف عليه السلام، تربيته منعته من الوقوع في الفاحشة، وانعدامها في امرأة العزيز دفعت بها إلى الفاحشة. ضمحلال قيم الاستقامة، إذا انعدام الاستقامة والصدق والشهامة يجعل الفواحش يجعل لها بابا واسعا. المجاهرة بارتكاب الفواحش، الإنسان إذا كان يجاهر بالفاحشة فهذا يتجرأ على أوامر الله عز وجل وعلى حرمات الله عز وجل ويلقي لها بالا. عدم تطبيق القوانين الرادعة التي تمنع الإنسان من ارتكاب الفاحشة. ثم أخيرا الجهل بمنهج الإسلام في التربية الجنسية. لاحظ معي أيها التلميذ، هذه الأسباب التي ذكرتها جميعها هي يمكنك أن توظفها في السؤال الموالي، سؤال باء. يقول: اقترح أسلوبين عمليين للوقاية من الفاحشة. رأينا الأسباب، أعطيتنا الأسباب، إذا الآن مطلوب منك أن تقترح أسلوبين. كيف هما هذان الأسلوبان؟ عمليين وظيفيين يمكن للإنسان أن يطبقهما. من ذلك على سبيل المثال غرس قيم العفاف في الناشئة. إذا فقلنا إذا كانت الأسباب انعدام التربية فإن عكسها وهو غرس قيمة العفاف والتربية عليها أحد الأساليب. عدم المجاهرة بالمعاصي، رأينا من الأسباب المجاهرة، إذا من الأساليب عدم المجاهرة. رأينا أيضا من تيسير سبل الزواج، إذا تعسير طرق الزواج يكون سبب من أسباب انتشار الفواحش، إذا فعكسه تيسيره يكون أحد الأساليب العملية. تطبيق العقوبات الزجرية، إذا تطبيق العقوبات هو أحد الأساليب العملية التي تصون وتحفظ لنا الأعراض. ثم أخيرا الاقتداء بالمنهج النبوي والصحابة رضوان الله عليهم في الحياة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان النموذج الذي يحتذى في جميع الأخلاق وجميع الأنبياء كما هو يوسف عليه السلام. ويمكنك أن تأتي باقتراحات عديدة، مثلا غرس قيمة الحياء التي رأيتها في درس عثمان بن عفان رضي الله عنه، يمكن أن تأتي بقيمة العفة التي وردت في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن يمكنك أن توظف جميع مكتسباتك في الدروس السابقة. ننتقل الآن إلى السؤال السابع، ماذا يقول؟ عبر. إذن المطلوب منك أن تعبر، تعبر عن ماذا؟ انتبه معي جيدا، لديك شيئان اثنان: أن تعبر عن موقفك ثم تعلل لنا هذا الموقف. موقفك من أي شيء؟ موقفك من قول خالد. ماذا قال خالد؟ قال: لذلك لا ينبغي أن نضيق على حريتهم الجنسية. إذن فخالد يدعو إلى الحرية الجنسية وعدم التضييق فيها. إذن أنت ما هو موقفك؟ ينبغي أن تعبر عن موقفك، وبعد أن تتخذ الموقف ينبغي أن تعلل. إذن فماذا يمكنك أن تقول؟ نعم، إذن الموقف لا أوافق، إما أن تقول لا أوافق، وإما أن تقول أنا أختلف، وإم إلى، بمعنى لا بد أن تبين موقفك. بعد بيانك لموقفك يأتي بعد ذلك التعليل. إذا البيان الموقف ثم التعليل. لأن، إذا لما بدأت تذكر لأن فقد بدأت تعلل. لأن أنا لست موافق، لأن ذلك أي وهو حرية الجنسية، لأن ذلك مخالف للشرع ولا يقبله العقل ولا الطبع السليم. كما هذا التعزيز لتعليلك أن ذلك مدخل للتشجيع على ارتكاب الفاحشة والاعتداء على حقوق المجتمع وإفساده، وتلك أفعال شنيعة محرمة شرعا. هنا قلنا الاعتداء على حقوق المجتمع وإفساده لأن
الإنسان هو عنصر داخل المجتمع، والدروس التي ندرسها جميعا إنما تدرسها لكي تكون فاعلا إيجابيا داخل المجتمع وتحفظه من الفساد وتقوم بإعماره. ننتقل الآن إلى السؤال الموالي. ثامنا، دعا المحاضر الأسرة إلى تحمل المسؤولية في رعاية الأبناء. حدد أساسين من أسس رعاية الأطفال وحفظ حقوقهم في الإسلام مع التوضيح. إذن مطلوب منك تحديد أساسين. اثنين، هذان الأساس المتعلقان بماذا؟ متعلقان برعاية الأطفال، متعلقان برعاية الأطفال وحفظ حقوقهم. والشيء المطلوب الثاني، بعد ذكرك للأساسين تقوم بتوضيحهما وبيانهما. إذن نأتي معا فنحدد هذان الأساسين. فنقول على سبيل المثال المودة والرحمة، هذا الأساس الأول. وذلك إذن وهنا بدأت التوضيح، وذلك بملاطفتهم واللعب معهم والعطف عليهم وقضاء حاجتهم. إذن هذا بيان معنى هذا الأساس الأول وهو المودة والرحمة. الأساس الثاني هو الحوار. إذن ها أنت ذكرت الأساس الثاني، توضيحه هو بقولك وذلك. ها أنت ذا قد بدأت أيها التلميذ الكريم توضح باعتماد أساليب الإقناع والتواصل معهم وحسن الإنصات إليهم وعدم تعنيفهم. أحسنت. إذن بعد هذا السؤال ننتقل الآن إلى السؤال التاسع. ماذا يقول السؤال التاسع؟ أبرز. إذن مطلوب منك أن تقوم بإبراز ماذا؟ إبراز أثر الإيمان. أثر الإيمان، الإيمان بأي شيء؟ الإيمان باليوم الآخر. في أي شيء هذا الأثر؟ في تزكية نفسك، في تزكية النفس وتسديد السلوك. إذن أنت مطالب بإبراز أثر للإيمان باليوم الآخر في شيئين اثنين، في تزكية النفس وفي تسديد الجانب العملي التصرفي السلوكي. إذن فنقول على سبيل المثال الاعتقاد باليوم الآخر، الاعتقاد هذا هو الإيمان، الاعتقاد باليوم الآخر يسهم، ها أنت قد بدأت تبين وتبرز، في تزكية النفس وتسديد السلوك. نعم، حددت الجانبين المطلوبان منك، تزكية النفس تزكية السلوك. وذلك هنا بدأت توضح بالاستعداد له عن طريق امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه هذا تزكية للنفس، والسعي إلى فعل الخير والابتعاد عن الشر والتقرب إلى الله تعالى بفضائل الأعمال ومحاسن الطاعات هذا يوضح تسديد السلوك. إذن أحسنت البيان. ننتقل الآن إلى السؤال الموالي وهو عبارة عن وضعية جديدة. بعدما أنهينا الوضعية التقويمية الأولى ننتقل الآن إلى الوضعية التقويمية الثانية وننجز المهام المطلوبة منها. إذن ماذا تقول الوضعية؟ بمناسبة ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفت بتقديم عرض في موضوع منهج الإسلام في معالجة مشاكلنا المعاصرة. استشرت أستاذتك عن أهم المشاكل التي يمكن تناولها في هذا العرض، فأجابتك من أخطرها التفكك الأسري والحروب وسوء استغلال الموارد البيئية، لكن يجب استحضار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى والقدوة الأسمى في معالجة هذه المشاكل. من أجل إعداد عرضك وباستثمار مكتسباتك من مادة التربية الإسلامية أنجز المهام الآتية. إذن ما هي المهام المطلوبة منا؟ نبدأ بالمهمة الأولى فنقول السؤال الأول قدم مثالين. إذن مطلوب منك أن تقدم ماذا؟ مثالان اثنان. عن أي شيء هذان المثالان؟ مثالان جسدا فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في التعامل مع أسرته وحفظ تماسكها. إذن لا شك أنك أدركت عن أن مسألة مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كيف كان مع زوجاته وكيف كان مع خدمه وكيف كان مع أبنائه. إذن في الأمثلة المطلوبة ذكرها أن تذكر مثالين، وهو معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته، كان يساعدهن في أعمال البيت وكان يخيط ثوبه ويخصف نعله، أو علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه، تصرفاته مع ابنته فاطمة التي كان يجلسها مجلسه ويقبل رأسها، تصرفه مع حفيديه الحسن والحسين، ثم
متذكر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه أنس بن مالك الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بسمو ورفعة خلقه في التعامل معه، بحيث ما كاهره وما قال له لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولشيء لم يفعله لما لم تفعل كذا. إذن بعد تقديم المثالين ننتقل الآن إلى السؤال الموالي. ثانياً، يعرف العالم أزمة بيئية خطيرة نتيجة سوء استغلال الموارد وتدبيرها. الجزء الأول، أذكر ضابطين من ضوابط استغلال البيئة. إذا مطلوب منك أن تذكر ماذا؟ ضابطين يتعلقان بماذا؟ باستغلال البيئة. إذا لا شك أنك أدركت على أن الضوابط المتعلقة هي التوسط والاعتدال في استغلال خيراتها، تجنب الإفساد فيها، حسن تدبير طرق استهلاكها عن طريق معقلن، ومراعاة مصالح الأجيال القادمة في التعامل مع البيئة من خلال تعاملنا واستغلالنا لهذه الثروات الطبيعية، وهو ما يسمى بالتنمية المستدامة. ننتقل إلى السؤال الموالي. باء، استشهد من سورة يوسف على خطته عليه السلام في ترشيد الموارد زمن القحط. لا شك أنك أدركت أن يوسف عليه السلام لما أصبح عزيز مصر وبعد تفسيره لرؤياه ذكر خطة من خطط تدبير موارد مصر التي قال الله عز وجل عنها: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. إذن بعد استشهادك ننتقل إلى السؤال الذي بعده. يقول السؤال: استحضر قيمتين. إذن مطلوب منك استحضار قيمتين اثنتين من القيم الواردة في حديث السبعة. إذن أنت محصور في التعامل مع حديث السبعة الذين يظلمه الله، ثم بين دورهما في صلاح المجتمع. إذن لديك مسألتان اثنان، قيمة أو الأولى استحضار القيمتين الواردتان في الحديث، ثم أن تبين دورهما في صلاح المجتمع واستقراره. لدينا الجدول، هذا الجدول لدينا القيم ثم هنا دورها، سوف تذكر لنا الدورة بصورة إجمالية. إذن من القيم سوف نجد على سبيل المثال لدينا العدل، لدينا العفة، محبة الصلاة في المسجد، خشية الله عز وجل وحبه. دورها من القيم التي يمكن أن نستنشفها أيضا لدينا محبة في الله عز وجل، لدينا الإحسان، الإنفاق، الجود، الكرم، ثم لدينا العبادة. الدور هنا يتجسد فيما يلي: حفظ الحقوق وإقامة العدل والمساواة في المجتمع، أو نشر الثقة والمحبة بين الناس، التكافل والتضامن مع الفقراء والمحتاجين من خلال الإنفاق والكرم، محاربة الفاحشة ونشر الفضيلة في المجتمع من خلال العفة. ننتقل الآن إلى السؤال الذي بعده. رابعاً، يقول: الشورى من أسس استقرار المجتمع، أذكر موقفاً من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم طبق فيه هذا المبدأ. إذن أنت مطلوب منك استحضار مكتسباتك من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته جسد فيها مبدأ الشورى. من هذه المواقف لا شك أنك أدركت على أنه لدينا موقف للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وغزوة أحد، لدينا موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح حديبية مع زوجته أم سلمة لما طلب من أصحابه الحلقة والنحر فتأخروا في ذلك، ثم لدينا موقف آخر وهو للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لما منعتهم قريش من أداء مناسك العمرة فشاور النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. ننتقل الآن إلى السؤال الموالي. ماذا يقول السؤال؟ يدعي البعض أن الإسلام دين حرب، قم بالرد على هذا الادعاء مستثمرا وقائع فتح مكة ونتائجها. إذن أنت لديك ادعاء هنا، هذا الادعاء سوف تقوم بالرد عليه من خلال ماذا؟ من خلال استثمارك لأي شيء لوقائع فتح مكة ونتائجها. أنت درست وقائع فتح مكة، درست نتائجها، تستثمرها في الرد على هذا. إذن فماذا يمكنك أن تقول على سبيل المثال؟ يمكن أن تقول: الإسلام هو دين سلم وسلام، وتؤكد ذلك من خلال وقائع وردت في فتح مكة وأسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، فمن بينها التزام النبي صلى الله عليه وسلم ببنود صلح الحديبية فالتزم بها حرفيا ولم يخالفها، نهيه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عن إراقة الدماء، نهى عن قتل الجريح والأسير والهارب، فتح بابا واسعا من أبواب
الأمني، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن وضع السلاح فهو آمن. ثم أخيرا عفوه صلى الله عليه وسلم عن قريش بقوله اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن إلى هذا الحد نكون قد أتينا إلى نهاية هذا النموذج، وسوف يتبعه إن شاء الله عز وجل نموذج آخر، إنجاز آخر لامتحان الجهوي رقم 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.